يا سامية، انت يا هانم يا ام تامر، حد يرد عليا في البيت ده. يوه مالك يا محمود؟ في ايه؟ ايه الدوشة اللي انت عاملها دي؟ انا اللي عامل دوشة برضك ولا البيت اللي خلاص بقى كله فوضى؟ بيت ايه يا اخويا اللي بقى فوضى؟ البيت مترتب وزي الفل. ولا انت بقى اللي بتدور على خناقة عشان ما تخرجنيش زي ما وعدتني؟ انا برضو اللي بدور على خناقة؟ ما انت عارفة كويس قوي انا خدت اجازة النهاردة ازاي عشان اخرجك اوديك النادي اللي انت بتحبيه. زلني بقى عشان هتوديني النادي. فوضى ايه اللي في البيت يا محمود؟ البدلة السودة الجديدة بتاعتي. مالها؟ مش لاقيها يا هاني. يعني ايه مش لاقيها؟ انا مستلمها من الراجل بتاع الدراي كلين وحطها في الدولاب بكيسها. انا بقى قلبت الدولاب، لا لقيت البدلة ولا لقيت كيسها ولا لقيت الدراي كلين. انا هطلعها لك يا محمود. البدلة كانت هنا، راحت فين؟ ما ادور عليها في دولابي. يوه ولا موجودة في دولابي. يكون انا تهيألي اني استلمتها من الراجل ودفعت له الفلوس وحطيتها في الدولاب ونسيت. تهيألك؟ لا بصي بقى، الساعة كام دلوقتي؟ يعني مش وقت تهيؤات. بدلة دي لو ما ظهرتش هبلغ امن الدولة. الو، ايوه يا رشا، انا جيت في ميعادي اهو. يلا انزلي بقى. انزلي فين؟ قدام بيكو طبعا، انا بكلمكم من محمود. مش هينفع انزل دلوقتي، الدنيا واقفه. اصل عندنا لا، ما هما مش هيتاخروا عندنا كتير. خلاص يا حبيبي اطلع انت عنيتي وبعد كده احنا نطلع سوا على القطر. خلاص والله ما تقلق بقى، مش هتاخر. بتكلمي مين؟ ده تامر يا مامي. عايز ايه؟ اصل النهارده اصحابنا كلهم رايحين الاوبرا. الاوبرا؟ فرقة امريكاني اتجنن وكلية عملنا ديسكاونت عليها. طب يا حبيبتي ما تتأخريش. ما تقلقيش يا مامي، هي كده ولا كده الأوبرا بتخلص بدري. طيب يا حبيبتي خدي بالك من نفسك. حاضر يا مامي. يا ستي بس ايه اللي هيجيب البدلة هنا؟ اوضة الواد، هي البدلة بتمشي. يا اخويا بطل تريقة عليا، مش يمكن اكون جبتها ونسيت؟ اهو كيس البدلة اهو. حلو اوي كده، لقينا الكيس. البدلة اللي فيه راحت فين بقى؟ طارت؟ لا ما طارتش، اتأممت. يعني ايه اتأممت؟ ومين اللي أممها؟ ابنك يا اخويا اللي أممها، ولي العهد. وهيأممها يعمل بيها ايه؟ هيلبسها يعني؟ طبعا هيلبسها، امال هيعمل بيها ايه؟ هو تامر مقاسه قد مقاسي. ما انت اصلك مشغول عننا اول يومين دول. انت ما تعرفش ان قمصانك وجزمك وبدلك بقت بتيجي على قد مقاس الواد؟ الواد خلاص كبر. الواد كبر؟ ولا حد قال لي خالص. ما انت عايزه يفضل عيل صغير. الواد بقى في تالته كليه. وعشان بقى في تالته كليه يأمم هدومي؟ ماشي يا تامر، والله لا أمم هدومه انا كمان. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ انت مش بتقولي مقاس وبقى قد مقاسي؟ انا هوريك دلوقتي اهو. ادي فانيلات وهدومه. اتفضلي، ما دي مقاس اهي، مش حلو كده عليا؟ يوه انت اتجننت يا راجل، هتلبس الخنافس ده؟ بلاش البسها، هلم هدومه كلها واخبيهم، ولو لقيته بعد كده قرب لهدومي هولع له فيها وبلغ فيه المطافي. الموبايل بتاعي مش لاقيه. انت جبته معاك ولا نسيته في العربيه؟ جبته وحطيته في الشاحن هنا عشان يشحن، مش موجود. طب انا هعرف لك هو فين. تعرف ازاي؟ هتعملي ايه؟ هتصل بالموبايل. طيب اكيد اللي سرق وقفل وهم بيعملوا كده. الو، هو انت وقعتك سودا؟ طيب يا حبيبي مع السلامة.
ايه ده ايه ده ايه اللي حبيبي ومع السلامه؟ بتكلمي الحرام ازاي كده؟ ده مش الحرام، ده ابنك يا محمود مع الموبايل. هتستناه ولا ننزل؟ تامر هو اللي خده. ماشي يا تامر. لا يا ستي مش هنستناه، يلا اما يرجع بس ما اشوف حكايته. ايه ده؟ ده سايب لنا جواب. بابا العزيز، هنسهر الليلة في الأوبرا والأوبرا عايزة بدلة رسمي، ما لقيتش أشيك من بدلتك. حكي. طبعاً البدلة اللي استلفتها هتسبب خناقة، فقلت لنفسي خناقة بخناقة استلفت الموبايل كمان، وعشان الخناقة تبقى شاملة وكاملة استلفت العربية. يلا علقة تفوت ولا حد يموت. بحبك جداً يا بابا. حبني. حبك بورس يا تامر. إن ما لبستك قضية. جد ورسمي قوي بس اتجنن. انت شايفة كده؟ شايفة كده ونص وثلاث اربع. شكلك سفير، وزير، مدير شركة سياحة. وقعت عليها منين البدلة القمر دي؟ بيني وبينك كده انا استلفتها من دولاب ابو حنفي، لكن ما دام عجبتك انا خلاص هضمها لممتلكاتي. هي بصراحه عجباني قوي، بس ابو حنفي بقى اللي انت استلفتها منه ده يطلع منين؟ صاحبك؟ صاحبي يا رشا. ابو حنفي ده حوده محمود ابويا. ايه ده؟ هو انت ذوق باباك حلو قوي كده؟ امال انا طالع ذوقي حلو لمين؟ انت عارفه ابويا ده ذوقه حلو في كل حاجه طول عمره، حتى لما اختار امي اختار احلى واحده في الدنيا، وانا كمان اخترت احلى واحده في بنات الكليه كلهم. المسألة جينات وراثة، تاريخ، المسألة مش هرتلة يا ماما. استنى عندي. في ايه؟ عربية ايه؟ يبقى تامر هنا. يعني هو ياخد العربية من ورايا ويجي بيها النادي واحنا نتشحطط في اتوبيسات وتاكسيات. طيب يا تامر اما نخش جوه افرجه. يوه يا محمود، هو احنا جايين نتعشى ونقعد قعده كويسه ولا هتتعصب؟ لا يا سيدي، نتعشى ونقعد قعده كويسه وبعدين اتعصب. يا تامر الضيوف اللي عندنا دول ما كانوش يستاهلوا خالص انك تغير منهم، دي خالتي وابن خالتي. ابن خالتك؟ ابن خالتك ده عيل مثلا؟ لا طبعا، ده شاب وسيم وقمر وقد الدنيا وعنده 30 سنه وبيشتغل محاسب كمان. بسم الله ما شاء الله، شاب وسيم وقمر وقد الدنيا وعنده 30، يعني راجل يا ماما، يعني من حقي ان انا اغير. تغير من ايه بقى يا تامر؟ وبعدين بقى بصراحه يا رشا انا بغير عليكي من كل اللي حواليك، بغير عليكي من الطلبه زمايلك في الكليه، حتى الشله اللي بتقعدي معاها في النادي. بس الطلبه دول زمايلي وزملائك، والشله اللي انا بقعد معاهم في النادي دول صحابي من زمان. بقول لك ايه، احنا مش جبنا من الاخر، وقلت لي ان انت بتحبيني وقلت لك ان انا بحبك. حصل، يبقى الغيره بقى ملهاش لازمه. لا يا ماما، ما دام بقى حصل الكلام اللي انت بتقولي عليه ده يبقى الغيره تزيد، تزيد ايدي تشعل كمان. يعني افرضي مثلا ان انا قاعد في وسط شله بنات، هتغيري عليا ولا لا؟ هغير عليك طبعا. شفتي ادي موتور الغيره اشتغل اهو. وانا شكلي خلاص عجزت يعني وراحت عليا. مين ده اللي عجز؟ انت والشباب كله. الواد تامر حسسني ان انا عجزت، فجاه كده كبر ودخل الجامعه وبقى يلبس هدومي كمان. ما تقلقش ما عجزتش، في عيني عيل صغير. انا مش زعلان يعني عشان استولى على الموبايل والعربيه والبدله، بالعكس ده انا فرحان، فرحان قوي يعني ان هو كبر وبقى شاب. صح، بس اعمل ايه يا اخويا في العيل الصغير اللي جواه؟ لما بتطلع في نرفزتك محدش بيقف قصادك. لا نرفزت ايه؟ خلاص بقى انسى. انسى ايه؟ ده احلى حاجه فيك العيل الصغير ده، استعيل انت وانا استعيل اكتر منك. طب تيجي بقى مع عياله بمع عياله، ما تدفعش الحساب. بس كده، يبقى خلاص. خلاص ايه؟ نتخطب لبعض. دبلتك تبقى في ايديا ودبلتي تبقى في ايدي. وده يعني اللي هيبطلك تتلسع في نافوخك وتغير عليا. لعلمك بقى انا لا هبطل اتلسع في نافوخي ولا هبطل اغير عليك. لازم نتخطب عشان كل اللي في الكليه واللي موجودين في النادي محدش يتكلم ولا حد يفكر في حاجه كده ولا كده. ساعتها بس الاحساس بالغيره هينتظم، ومش هغير عليك على الفاضي والمليان. يعني حضرتك عايز تخطب بصراحه؟ ايه، انا بصراحه ما عنديش مانع، بس الكبار. مين الكبار دول؟ اهلي واهلك. هيقولوا ايه؟ هيقولوا ايه في ايه؟ جايز يرفضوا، ممكن يقولوا ان احنا لسه صغيرين على الحاجات دي. هيستعيلونا مثلا. مثلا ما يقدروش، لاننا هنقنعهم بالمنطق. شوفي احنا الاثنين في الجامعه واحنا الاثنين متفوقين واحنا الاثنين بنحب بعض، يبقى ليه بقى ما نتخطبش؟
ده حتى الواحد كده يبقى مرتاح نفسيا لان هو عنده مسؤوليه ومرتبط كمان. بصراحه بقى ساعتها هنحب بعض علني قدام الناس كلها، مش هنسرق الحب في التليفونات بعد ما ينام. انا موافقه والله العظيم موافقه. شوفي بقى، انا النهارده هعمل قعده على مستوى المسؤوليه مع ابو حنفي، ومش هسيبه غير لما اقنعه ان هو يروح لباباكي ومامتك ويخطبك منهم. خلاص ماشي. وانت كمان تعملي قعده على مستوى المسؤوليه وتمهدي الموضوع. سوري يا باشمهندس، ما ينفعش. يعني ايه سوري؟ يعني ما ينفعش، انا مش هجيب سيره في البيت الا لما تقولي ان باباك وافق. يا جمالي كده لما اروح اقعد امهد واقول لهم وبعد كده اصلا السيد والدك يرفض، ساعتها هيبقى منظري وحش جدا. لعلمك بقى، انا بابايا رجل متحضر ومثقف وواعي جدا. يعني انت متاكد ان انت تقدر تقنعه؟ طبعا يا ماما، ده ابويا، انا عارفه كويس وقاريه زي الكتاب المفتوح بالظبط. على فكره ده عندنا من زمان قوي. خد يا عم. شكرين يا استاذ محمود. العفو، احنا اللي متشكرين على الاكل الجميل ده، بقى اشكر لنا لسه الطباخ جوه. يعني تحت امرك يا استاذ محمود. شكرا يا محمود على العشوه الجميله دي. والله انا اللي مبسوط قوي ان احنا خرجنا النهارده، الواحد شغل في شغل في شغل. لا احنا نعمل حكايه الخروج دي على الاقل كل 3 4 اشهر مثلا. 3 4 اشهر بس، يا ريت تفتكر، ما يبقى زي كلام الليل مدهون بزبده يطلع عليه النهار يسيح. زبده ايه وسمنه ايه وتلزيق ايه؟ ما قلت لك اخرجي. خلاص يبقى نشرب قهوه بقى مظبوطه في صالون النادي. لا لا لا، الاكله دي مش محتاجه قهوه، محتاجه نحلي. نشرب قهوه زياده. نقوم بقى عشان نلحق الاوبرا. لا لا لا، استني نكمل موضوعنا الاول، الاوبرا مش هتطير. بس وقع. طب هو مين ده؟ الاستاذ اللي مشرف هناك ده. فين؟ اهو اللي قاعد لابس البدله بتاعتي ومعاه الموبايل بتاعي وراكن عربيتي كمان بره باب النادي. يا حبيب امك، ده الواد تامر. حبيب امه، خلي امه بقى تدعي له، انا ابلغ فيه البوليس. استنى بس، بوليس ايه؟ مش شايف الواد قاعد مع بنوته حلوه ازاي؟ حلوه قوي، عشان اما البوليس يكبس يظبطه متلبس. معقوله يا محمود تحرج ابنك وهو قاعد مع البنوته الحلوه دي؟ احرجه واحرج اللي اتشدد له كمان. ليه؟ نسيت زمان لما مرة أبوك شافنا أنا وأنت في الشارع، فاكر عمل إيه؟ فاكر، عدى الشارع ومشي على الرصيف التاني عشان يعمل نفسه ما شافنيش، عشان ما يحرجكش قدامي، عشان ما يطلعكش عيل صغير. أيوه، بس لما رجعنا البيت رنني علقة وبلغ في أمي. تستاهل، بينك وبينه في بيتكو مش قدامي. صح كلامك، طب أعمل إيه فيه الواد ده؟ بس هدلو عليه مية نار. مية نار ايه؟ ايه العنف ده؟ انت تديله ظهرك وكأنك ما شفتوش خالص، وما نروح البيت يبقى ربنا يعدلها، صح؟ لا مش صح. بصي انا هزنق الواد بس اوعدك ان انا مش هحرجه. محمود! خلاص يا ست، احرجه وبلاش ازنقه. الو الو، يا سلام يا حلاوتك وانت بترد على الموبايل بتاعي. ايه الاخبار؟ حلوه البنت الاموره اللي قاعده معاك. هذا تامر. ماشي ماشي، وطبعا البدله بتاعتي مخلياك عريس. لا يا حبيبي، ما نتقابل بقى في البيت. هتصرف انا معاك. مع السلامه اخويا. في ايه يا تامر؟ مالك بتبص على مين؟ مفيش بابا، بدور على ابو حنفي. باباك؟ ايوه، اصل هو لسه مكلمني على التليفون دلوقتي، واضح كمان ان هو موجود هنا. هنا؟ هو فين؟ اهو شايفاه؟ زمانه دلوقتي بقى في نص هدومه مني. ابنك يا اخويا ما بينكسفش، ابنك قادر زيك. اصبري بس، ما نروح البيت انا هفرجك على ابننا ده. هتعمل فيه ايه؟ هتشوفي. لا لا لا، اهلا يا حبيبي. اهلا بيك يا ماما، فرصة كويسة قوي ان انت تتعرفي على بابا وماما في نفس الوقت. ماما اهلا. اهلا يا حبيبتي. اهلا ليك يا حبيبتي كده. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده؟ قمر والله شعرك حلو قوي، تعالي يا حبيبتي في حضني. قمر ابو حنفي اللي انا استلفت بدلته وخدت موبايله وخدت العربية كمان عشان تكمل الخناقة. اهلا يا انكل، ازي حضرتك؟ اهلا. رشا زميلتي في سنة أولى كلية، وإن شاء الله هنتخطب لبعض وهتبقى شريكة حياتي. ها؟ ما تخرجوا من السجن. الواد كلنا. قال إحنا اللي عايزين نداري نفسنا منه،
عشان ما يتحركش قدام البيت اللي معاه. الواد ولا في دماغه، جاب البيت لغايه عندنا وعرفنا بيها. ابويا الاهبل اللي انا خدت منه عربيته وبدلته وموبايله. امي ودي بقى رشا اللي هتبقى خطيبتي. شوفي بجاحة الواد. بس بصراحه يا محمود الواد طالع لك في الحته دي. حته ايه بقى؟ ذوقه حلو في البنات زيك يا ابو حنفي. يا سلام، انت مبسوطه قوي يا هانم. انا بتكلم بجد، هو انت مش اخترتني واتجوزتني؟ حاصل. يبقى ذوقك حلو ولا لا يا ابو حنفي؟ ها؟ هو ايه اللي ها؟ اتكلم. ذوقك حلو ولا لا يا محمود؟ سيبك من الاكسسوارات. انا لما كنت اتجوزتك كنت خلاص خلصت بقى دراستي واشتغلت وكونت نفسي. ده لما اتجوزتني، انما لما اخترتني وحبتني كنت لسه بتاخد مصروفك من ابوك. اه حصل، بس عمري ما قلبت ابويا بقى لا في بدلته ولا في عربيته ولا في موبايله. عشان مقاس ابوك كان قدك مرتين يا محمود. وبعدين ابوك ما كانش عنده غير بدلتين، واحده للصيف وواحده للشتاء. وما كانوش اخترعوا الموبايل، وما كانش عنده عربيه، كان عامل ابوني في الاوتوبيس. يا ست الكرتون اللي انت عايشه فيه ده، طيب عامل ابوني، عمري قلبت ابوني ابويا؟ وبعدين ما كيش دعوه بابويا يا سامي. يا حبيبي انا بحبك وبحب ابوك، بس اللي انا عايزه اقوله لك بقى ان ابنك شبهك بالظبط. الفرق ان امكانياتك احسن من امكانيات ابوك. خلاص بقى سيب الواد يعيش حياته يا محمود. وعشان يعيش حياته يقلبني، والله لا بالغ فيه. اشمعنى يعني نازل تفتح لي باب بنفسك؟ يعني بسيطة، شوفي بدلة رسمي وأوبرا، يبقى مش هسيبك تخرجي من شباك العربية، لازم أفتح لك الباب بنفسك. تصدق ألاقي عليك حكاية الجنتلمان دي قوي، بس يا ريت بقى تثبت على كده. لا يا حبيبتي أنتِ فاهمة غلط، دي مسألة مود وأمزجة. طب تصبح على خير بقى، كلمني أول ما تروح البيت. إيه ده إيه ده، استني استني، ده أنا لازم أوصلك لغاية باب الشقة. اشمعنى يعني؟ شوفي ما دام ابتديناها جنتلة يبقى لازم ننهيها جنتلة. ليديز فيرست. أوكي. انا اللي مجنني ان الواد لسه رايح يسهر هو واللي معاه دي. واد واعي وفاهم يا اخويا، ما تغير وتتعلم من ابنك وتاخدني تسهرني. اسهرك ايه بس؟ وبعدين ما تقلبيش عليا يا سامي، انا بتكلم في ابننا وفي اللي معاه دي. مين رشا دي؟ ما هو قالك انها زميلته وحبيبته. ايوه يعني ازاي اهلها سايبينها تروح تسهر مع واحد غريب لغايه دلوقتي؟ لا يا محمود، الواد قالك ان اهلها عارفينه وكمان بيزورهم في البيت. دول بيقولوا عليه شاب ممتاز. يا سلام، يعني هما شايفين ان هو ممتاز؟ امال انا مش شايف كده ليه؟ هما شايفين كده عشان تعرف ابني تربيتي تربيه زي الفل، وهم اهل رشا شهدوا له بكده. والله عشان ايديهم في الميه. هو بقى لو كان بيقلبهم في الموبايلات وفي العربيات وفي الهدوم. خلاص بقى يا محمود سيبك من الموضوع ده. بكره الجمعه اجازه، ايه رايك اعمل لك كوبايه ليمون حلوه كده تروق دمك ونسهر في البلكونه؟ ده الجو يجنن. الله، هو لسه فيها سهر؟ يوه، انت كمان يا اخويا مستكتر عليا سهره البلكونه؟ ده انا مخففها عليك. طب ايه رايك بقى يا محمود، هتاخدني تسهرني بره؟ مين ده؟ دلوقتي؟ ايوه دلوقتي، ولو ما سهرتنيش يا محمود هتصل بابنك على المحمول اقول له تعالى سهرني، اصل ابوك خلاص عجز. ايه ده ايه ده ايه ده، مين ده اللي عجز؟ ابوه. لا يا هانم، ابوه معجز. انا دلوقتي في ثواني هكون لابس هدومي واغير وننزل نسهر لغايه الصبح. يا حبيبي يا محمود، اهو كده بقى ابنك هو اللي طالع شبهك. معقوله رجعت ما لقيتش حد في البيت؟ راحوا فين لحد دلوقتي؟ لا يا تامر بقى، انت المفروض تخلي بالك على باباك ومامتك، شكلهم بيتشقوا من وراك وانت ولا انت هنا. لا يا حبيبي، انا بابا وماما بقى عندي هنا، ما حدش يقدر يعمل حاجه من غير ما يقول لي. دي مساله قوه شخصيه يا بابا، اهلك بقى على ما تعودوا. ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ لا يا مامي، بس انا كنت بطمن على تامر، يعني انه وصل من الاوبرا وكده. انت اللي بتطمني على تامر؟ مين المفروض يطمن على التاني، الولد ولا البنت؟ لا ما هو كلمني يطمن عليا هو. طب يا اختي اطمني عليه ونامي على طول. حاضر يا ماما. تصبحي على خير. امي دي غريبه قوي، النهارده الخميس وبكره الجمعه وبابا هنا في البيت،
مش عارفه جايه لي دلوقتي ليه. يا رشا يا حبيبتي، ما عشان كده قلت لك لازم نفتحهم في موضوع الخطوبه عشان اقدر اكلمك براحتي وتكلميني براحتك، ما احنا ساعتها بقى نبقى مخطوبين. طب لو رفضوا بقى وضحكوا علينا؟ مفيش حاجه اسمها يرفضوا. عارفه بقى احنا لو فكرنا في الموضوع بجديه اكتر هنلاقي نفسنا بنطلب منهم وبشجاعه ان احنا عاوزين نتجوز كمان. نتجوز؟ ايوه نتجوز، احنا مش عدينا ال 18 سنه، القانون في بلدنا بيسمح لنا ان احنا نتجوز، يبقى اهالينا بقى هيقفوا قدام القانون ده كده بقى يبقى وقعوا في مطب سياسي. وهنسكن فين بقى يا سيدي، عندك ولا عندي؟ انت بتهرجي ولا ايه؟ هنسكن طبعا في شقتي، انا ابويا جايب لي شقه ومقفوله بقالها 3 سنين وعلى البلاط من يومها. وان شاء الله بقى هننام على البلاط؟ بسيطه طبعا، هاخد الفرش اللي في اوضتي والفرش اللي في اوضتك ونوديه الشقه ونتجوز، وبعد كده ان شاء الله نكون نفسنا ونجيب العفش اللي على مزاجنا. طب وهنعيش منين؟ يعني ايه هنعيش منين؟ شغلي مخك معايا، المصروف اللي انا باخده من ابويا على المصروف اللي انت بتاخديه من اهلي، المصروف ده بيعمل لنا اكتر من ما هي اللي هنقبضها بعد ما نتخرج بعد عمر طويل. تصور بقى ان الحكايه شعشعت في دماغي، الفكره لذيذه وسهله وكل المشاكل حلها عندك. شفتي بقى حبيبك عبقري، ايه رايك بقى ان انا مش هنام وهستناهم لغايه لما يجوا عشان ابدا بالهجوم، وانت كمان خش على امك دلوقتي قبل ما تنام ولمحيلها بالموضوع، يلا بسرعه يا رشا. سلام. يا سلام عليا، مين قال ان الجواز صعب؟ الواحد بس يفكر وكل حاجه تتحل. ياه لا بجد عبقري، حليت كل مشاكل شباب مصر في دقيقتين. هو يا مامي ازيك؟ اه يا حبيبتي ازيك انتي؟ صاحيه من الفجر وداخله المطبخ ومصره تغدينا النهارده، هو في ايه؟ مش جايز كبرت وعقلت يا اختي؟ كبرتي وعقلتي من امبارح للنهارده؟ طب وحياتك، عندي لاكلك النهارده الذ غدا عشان تعرفي ان بنتك بقت ست بيت شاطر. يا ده تامر، ايه المشكله يعني اما اخرج انا وامك ونسهر بره براحتنا ونرجع براحتنا ونتاخر، ايه المشكله يعني؟ انت خلاص بقيت راجل ايه؟ ولا خايف تقعد في البيت لوحدك؟ انا ما اقصدش يا والدي. والدي حلوه والدي دي، تمشي برضو مع البدله والعربيه والموبايل اللي انت سرقتهم يا حرامي. بس بصراحه يا واد يا تامر، البدله عليك تجنن قوي كانها بتاعتك. شوف بقى انت من هنا ورايح تلبس بدل كامله. فيها يا ماما؟ انا عندي 22 سنه هخنق نفسي ببدل؟ ده انا لبستها بس عشان كنت رايح الاوبرا. عندك 22 سنه وشايف نفسك صغير؟ ده اللي يشوفك امبارح انت والبنت اللي كانت معاك يفتكر اتنين متجوزين من زمان وعندهم دست عيال. البدله كشفت سنك الحقيقي، انت خلاص بقيت راجل مال وهدومك. المفروض يبقى شكله كده من زمان، انا متجوز امك دي وانا اصغر منك، الرجوله بتبدا من سن 16. صح، اكبر صح يا والدي. على فكره يا ماما، في بنات اصحابي شافونا في النادي الاسبوع اللي فات سوا، ما صدقوش انك مامتي افتكروكي اختي. يلا يا بكاش. اه والله العظيم يا ماما، ده انا حتى قلت لهم ان حضرتك اتجوزتي بدري قوي، كان عندك 19 سنة ساعتها يا مامي صح؟ مظبوط يا حبيبتي، أيامها باباكي كان عمره 22 سنة، اتخرج من الكلية الحربية عمره 21 سنة، لما اتجوزنا بقى كان ظابط معلق نجمتين، بابا أيامها اداله 10,000 جنيه دفعناهم خلو الشقة، بابا جهز لنا الشقة كده في شهرين واتجوزنا، وبعد 9 أشهر حضرتك شرفتي. على أيامنا ما كانش فيه حاجة اسمها أزمة جواز، الحب ساعتها كان أهم من الفلوس. أنا وأمك مثلاً ما اتجنناش وقلنا بقى نعمل فرحنا في فندق 5 نجوم ونجيب رقاصة ومطربين، لا. فاكرة سامية؟ ويومها أجرت فستان الفرح، فاكر يا محمود؟ آه، وأنا اشتريت بدلة من محل قطاع عام، ولبست البدلة ورحت الفرح، والفرح معمول فين؟ في شقة العروسة، بالونتين على كام بوكي ورد، على العيلتين، على شوية من صحابنا، ساعة زمن. وروحنا سهرنا في مسرح، فاكره يا ساميه؟ ايه ده؟ طب وشهر العسل؟ سافرنا على اسوان، فاكر يا محمود؟ اكيد بقى انتوا اتجوزتوا في الشتاء عشان اسوان في الشتاء تبقى دافيه. لا 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 مش في الشتاء، انا كان تعييني في اسوان، ليله العمر اللي الناس كلها بتحكي عليها قضيناها في قطر النوم، والصبح استلمت شغل في اسوان، ما عجبنيش شغل الحكومه، قدمت استقالتي على طول. تاني يوم كنت شغال حر مع نفسي لغايه ما ربنا كرمنا، فاكره يا ساميه؟ ايه ده؟ يعني شهر العسل بومبا؟ بومبا؟ بومبا ايه؟ احنا حياتنا كلها عسل، بدأنا مع بعض وكبرنا مع بعض، واهو
بقينا اسعد زوجين، مش كده يا محمود؟ هدي مش فاكرها خالص. انتم نموذج مشرف بصراحه، يعني لازم كل الشباب يعملوا زيكم. فرح ايه وخمس نجوم ايه وشهر عسل ايه، ده كلام فاضي. اسمحوا لي اسمحوا لي انحني لكم احتراما وتقديرا، اللي بيبدا صغير اكيد هيكبر، المهم الحب. اسمحوا لي احييكم تعظيم سلام. بس انتي كنت صغيره قوي يا مامي، ازاي عرفتي تتجوزي وتخلفي في السن ده؟ هي مين دي اللي كانت صغيره؟ انا كنت متجوزه وحامل فيكي وشايله الشقه دي كلها لوحدي من غير وجود شغاله تساعدني، وكمان كملت تعليمي وكنت بروح الجامعه وانا متجوزه. بجد؟ معقوله يا مامي؟ اه يا حبيبتي، البنت زمان في الارياف كانت بتتجوز وهي صغيره، وبتشتغل في البيت وتبقى زوجه وحامل وتنزل برضو لغايه تساعد جوزها. اللي عايزه افهمه لك ان البنت بتتولد وجواها الاحساس الطبيعي بان هي تبقى زوجه وام في يوم من الايام، ومن بدري قوي، بس المهم انها تقابل الانسان الكويس وظروفهم الماديه تساعده. ليهم حق اصحابي يفتكروكي اختي، واختي الصغيره كمان. طب يلا يا فلحه، انا ميته من الجوع، امي خلصي الاكل اللي هتعمليه. وحياتك عندي لاكلك احلى غدا النهارده يا مامي. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا يا قلبي. لا بقى، ده انا بعترض وبهتج، فين العداله والديمقراطيه؟ يا دي الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده، عداله ايه وديمقراطيه ايه؟ لا حضرتك بقى سمعته يا بابا، بصراحه بقى حضرتك كده عامل زي جورج بوش وامريكا. ايه يا واد ده؟ ابوك زي جورج بوش؟ ايه يا واد ده، انت بتشبه ابوك بيه؟ ايوه يا ماما، جورج بوش استاذ نظام الكلب ميكالين، يعني لو اسرائيل ما تنفذش قرارات مجلس الامن يدوها فلوس، ولما العراق عملتها هوبا ضربوها. انا مالي ياد ومال العراق وامريكا والصحاف والعلوش دول، انا بتكلم دلوقتي على الجواز، وقلت لك ما ينفعش ان انت تتجوز وانت في السن ده. اهي دي بقى بالظبط يا بابا نظام وسياسه الكلب ميكيالين. ازاي حضرتك دلوقتي كنت بتقولي ان حضرتك اتجوزت وانت صغير انت وماما، وعملتوا حياتكم مع بعض وكبرتوا، وبعدين جاي تقولي ان دلوقتي لو انا اتجوزت هيبقى عيب وغلط وما ينفعش؟ اذا كان الحديث الشريف بيقول بوضوح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، وانا شباب. ماشي يا عم الشباب، طب والباقة بقى والمصاريف والتكاليف هتجيبهم منين؟ حاجة حاجة يا والدي، شوف حضرتك حاجز لي الشقة بقالها 3 سنين ومقفولة. حلو، خدت الشقة، هتفرشها منين؟ هدي حاجة بسيطة بقى، هاخد فرش أوضتي وفرش أوضة رشا وننقله الشقة. يا سلام، ببساطة كده؟ بمنتهى البساطة، وكده بقى تبقى الشقة اتفرشت، صح؟ صح، تصور يا محمود كده فعلا الشقة تبقى اتفرشت. استني بس يا سامية، وبعد ما تفرشوا الشقة هتاكلوا منين يا فالح؟ يعني ايه هناكل منين؟ ايوه، هتصرف على الهانم اللي انت هتتجوزها دي منين؟ شوف يا والدي، انا فاضل لي السنة دي والسنة الجاية، وان شاء الله هتخرج واشتغل في شركة من شركاتك مهندس. ولحد سيادتك بقى ما تتخرج هتعمل ايه؟ لحد سيادتي ما اتخرج ان شاء الله حضرتك بقى مسؤول عن مصروفي وكسوتي واكلي وشربي ومصاريف دراستي كمان، واهل رشا ملتزمين بنفس الحاجات دي. حضرتك بقى واهل رشا ان شاء الله يعني هتدونا حقنا ناشف، نحط احنا بقى الفلوس على بعض ونعيش حياتنا. اهو زنقت شويه هشتغل وقت اضافي وهي المركب تمشي. ده انتوا عيال عفاريت، والله فكره حلوه قوي يا محمود، فكره حلوه قوي. هي ايه اللي فكره حلوه؟ انت هبله، هتقلبي عيله زي ابنك كده. الله يسامحك يا والدي، ما هو انا برضو لازم نفسيتي تبقى مرتاحه انا ورشا، وبعدين بقى مش هنحمل هم المذاكره لان احنا هنذاكر مع بعض عشان احنا في كليه واحده. مظبوط، لازم تبقى نفسيتك مستريحه. على كده بقى يا واد يا تامر، انت وهي في كليه واحده، في كليه هندسه. اخيرا عرفت ابنك في ايه. لا بقى يا والدي، ده غير ان كمان فاتوره التليفون هتقل، لان انا ورشا مش هنقعد نرغي طول الليل، ولا هطلب من حضرتك اي دعم اقتصادي لما اجي اروح اقابلها في حته ولا حاجه. شوف بقى كل الفلوس دي هتقل لما يلمنا بيت صغير. يا ده مجنون انت، الجواز ده مصاريف وفرح كبير، ونجيب رقاصه بقى ونجيب نانسي عجرم واحبك او تبقى ليله. يا والدي المساله مش محتاجه ده كله، كل اللي محتاجينه كام بالونه يتعلقوا في شقه العروسه، على كام بوكيه ورد، ونأجر فستان الفرح، واستلف من حضرتك البدله والعيلتين واصحابنا الانتيم، ومفيش ساعه واخد عروستي ونروح نكمل السهره في مسرح. وشهر العسل يا ولد. لا شهر العسل بومبه بعد ما نتخرج. يا ابني ما انت 9 اشهر والمدام هتحمل وتخلف وتبقى اب ومستقبلك يضيع. قول بقى كده، حضرتك خايف تكبر وتعجز بسرعه وتبقى جد؟ لا ما تقلقش، انا ورشا هننظر حوالينا كويس قوي، ومش هتبقى جد قبل 5 أو 6 سنين، يعني بعد الماجستير والدكتوراه. بس اهم حاجه يا تامر تجيبوا بنت ويسموها على اسمي ساميه. ساميه ايه وعبده ايه؟ هي لعبه انت فرحانه بيها زي العيال.
افهم يا محمود، ابنك حاسبها هو مراته كويس قوي. هو ومراته، هو ومراته، خلاص خليتيها مراته، انت عايزه تجننين انت وابنك. هي دي مشكله مشاكل الشباب اللي عمالين يعملوا عشانها مؤتمرات وندوات، عاوزين يعرفوا ليه طلبه الجامعه بيتجوزوا عرفي، وليه طلبه الجامعه لما بيجي الصيف بيسافروا بره وما بيرجعوش هنا تاني. يعني كان يبقى كويس لو كنت انا ورشا كتبنا ورقه وخلينا اتنين صحابنا مضوا عليها، ولا كنت خدتها في الصيف وسافرنا وما رجعناش هنا تاني وقعدنا هناك واتجوزنا واشتغلنا. الظاهر بقى ان انا كنت غلطان، عشان كنت عايز اعمل زي ابويا لما كان في سني. فعلا انا غلطان وستين غلطان كمان. قولي الحقيقه بدري احسن، حقك الناس وقتلك دلوقتي. ريحيني الواد ده ابن مين؟ الواد ده ابوس رجلك. الواد ده ده برعي ابننا يا حنفي. ابنكوا ده ايه؟ انت متجوز دي؟ اه والواد ده ابني من ظهري. ظهره؟ طب الواد من ظهره ازاي؟ كان متجوزها بزاوية. ودلوقتي يا دكتور بعد ما عرفت الحقيقة أنا ماليش عيش معاك، أنا هاخد ابني ومراتي وهنسي، مش عايز معرفتك، مش عايز مش عايز أشتغل عندك وسايب لك الجمل بمحمل وراجع تاني لأهلي. يا رشا خرجت ولا إيه؟ لا رشا جوه في الأوضة بتذاكر. نشوف يا ترى مين اللي هيجي لنا دلوقتي. مساء الخير يا عم. اهلان يا تامر يا ابني، اتفضل حبيبي. معلش يا عم انا اسف ان انا جيت من غير ميعاد يعني، بس انا هاخد من وقت حضرتك دقايق كده. يا راجل اتفضل، بيت بيتك حبيبي اتفضل. مساء الخير يا طنط. مساء النور يا حبيبي، ازيك يا تامر؟ الحمد لله. اتفضل يا حبيبي. اكيد رشا اتصلت بيك، عندها حاجه صعبه في الهندسه عايزك تشرحها لها. يا بختها رشا، بيجي لها مدرس خصوص لحد البيت وايه ببلاش كمان. الحقيقه يا عم يعني انا اللي اتزنقت في حاجه صعبه كده، وعشان كده جيت لحضرتك ولطنط مخصوص عشان تلاقوا لي حل. خير يا تامر؟ في ايه يا حبيبي؟ خير طبعا ان شاء الله يا طنط، بس انا مش عاوز اتكلم في الموضوع ده غير لما تكون رشا قاعده معانا. استاذ محمود انا ما رفضتش تامر لما جه يخطب رشا بنتي، بالعكس ده انا بحبه جدا وبعتبره زي ابني. انا كل اللي طلبته موافقه سعادتك وتشريفك معاه. وانا صراحه يعني ما عنديش اي نوع من انواع الاعتراض، انتوا ناس اي بني ادم يتشرف يعني ان هو يناسبكم، بس انا شايف يعني الواد والبنت لسه صغيرين، يا
يعني متهيألي لو اتخرجوا والواد اشتغل يقدر ساعتها يفتح بيت. بصراحة بقى العيال مش مقتنعين وعندهم حق، ما احنا اتجوزنا واحنا عيال صغيرة برضو. ايوه بس يعني الزمن كان غير الزمن يا مدام سامية، كان كل حاجة بالنسبة لنا سهلة، العيال زمانهم عجيب. لا احنا الحياة فعلا كانت سهلة، بس كنا جيل تجربته اقل وخبرته في الحياة برضو محدودة. الجيل ده جيل تامر ورشا جيل قوي جدا، جيل بيقابل متاعب كبيرة وصعوبات أكتر، وعلى فكرة الجيل ده بيعرف في الحياة أكتر مننا احنا. يوه معلوم، قنوات فضائية ودش وكمبيوتر، ده احنا على أيامنا ما كانش فيه غير التلفزيون الأبيض والأسود، وما كنا نسافر المصيف كانت تبقى فرح. على رأي حضرتك. كنا بنحس بغربة. والله أنا مبسوط من العيال، يعني كفايه قوي ان هما بيحبوا بعض، وكفايه قوي كمان برضو ان هما صراحه معانا. بصراحه بقى انا مبسوطه كمان من الحلول اللي العيال وصلوا لها. طب ما احنا بنديهم مصروف، ايه يا اختي اللي هيفرق؟ اللي هيفرق بس ان العيال تبقى كويسه ونفسيتها كده مرتاحه. رشا بنتي اعلنت علينا حرب بارده صامته، لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتضحك ولا بتكلم حد، من البيت للكليه ومن الكليه للبيت، حتى النادي ما بتروحوش، ما بشوفش في عين البنت غير نظره العتاب. يا اختي ما تفكرنيش، ده الواد يا اختي مربي دقنه ما بيحلقهاش وما بياكلش معانا مقاطعنا. عارفه ابوه جاب له بدله غاليه قوي عمره ما عملها، الواد ما رضيش يبص له. بصراحه بقى يا مدام ساميه انت تحطي ايدك في ايدي ونعلن حرب بارده على الرجاله دول لحد ما يوافقوا يتجوزوا الولاد. لا والنبي الدنيا مش ناقصه حرب، احنا احسن حاجه بقى نديها ديمقراطيه. يعني ايه؟ ازاي؟ بالانتخابات. انا معايا ورقه اهو مع حضرتك قلم موجود اكيد. اللي موافق على الجوازه يكتب موافق، واللي مش موافق يكتب مش موافق. اتفضل حضرتك. ورقتي. اتفضلي ورقتي. يلا. اقتراح جميل جدا من حضرتك. ونطبق الورق بقى زي الانتخابات بالظبط. اتفضل. اتفضل سعادتك. شوف النتيجة بقى بتاعت الانتخابات. موافقة. موافقة دي أنا مؤنسة. مؤنسة صح. موافقة. ده أكيد حضرتك. يا راجل كلك نظر موافقة. أنا موافقة. ده موافقة. أنا بقى. أنا مذكر. أنا بقى. فاضل أنا. اتفضل. ترى أنا كاتب إيه؟ يلا. ربنا يوفقك. موافق. يا سلام. مبروك. مبروك.